هنتكلم خلينا صراحه، لما تجيب لعيب ليفل اي او بي من لعيب كبير سوبر او ستار من القاره الافريقيه وقبل انه يجي مصر، اعرف كويس جدا ان هو جاي مصر ان هو سواء كان الاسماعيلي اهلي زمالك جاي في اي نادي كبير، هو بيلعب عشان نادي كبير ويعمل نفسه اسم وبعد كده يروح. المقابل المادي بتاعه كان معقول يا استاذ علاء؟ يعني اقول لحضرتك يعني انتوا اعلنتوا عنه اصلا مقابل مادي؟ لا ما اعلناش عن المقابل وهو اللي طلب ده. يعني على فكره احنا بنحترم جدا جزئيه، هو طلب اولا قال عدم الاعلان عن مده التعاقد، يعني بالرغم انه بعد كده يعني حد يعني طلع قاله، لكن اولا هو مش اعاره، هو تعاقد، حق الاسماعيلي في التجديد في اي وقت من طرف واحد. الاولويه للنادي، لا يعني انا بطمن الناس ان هو 3 سنوات موجود في الاسماعيلي، العقد ما بين النادي وهو يعني اعتبرها 3 سنوات، سنه ومن حق النادي يجدد تلقائي. تمام. فما فيش ادنى مشكله في الموضوع ده، لكن هو اللي بيجي هو هيموت نفسه مع الاسماعيلي عشان يعمل نفسه اسم. اللي عمل ده ايه؟ اوتاكا لما جه الاسماعيلي ونجم نيجيريا ولمع في الاسماعيلي وعمل صيت كبير جدا، شفنا اوتاكا بعد كده احترف في الدوريات الاوروبيه، وهو اوتاكا اللي عامل المثال لكل اللاعبين الافارقه وكل اللاعبين في القاره الافريقيه ان مصر هي بوابه احترافك في الدوريات الكبيره. تمام. طيب عندنا صفقات تانية. احمد مصطفى كان لاعب في نادي بتروجيت ووادي دجله، اتنقل بعد كده كل ده وهو في الاعمار السنيه الصغيره من 17 سنه و 18، بعد كده اتنقل الى نادي الداخليه، تالق جدا مع نادي الداخليه ولعب معظم مبارياته في الدوري من 3 سنوات، بعد كده تم اعارته الى نادي جينت البلجيكي. سموه هناك الصحافه البلجيكيه مش احنا، سموه الجناح الطائر، وعمل مردود رائع، بس هو له ظروف لابد انه يكون موجود في مصر في الفتره الجايه، فبالتالي النادي الاسماعيلي كان حاطط عينيه عليه من زمان. انا عايز اقول لك ان لجنه التعاقدات في النادي الاسماعيلي تتضمن برئاسه المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي مشرف الكره، بتتضمن كابتن خالد القماش مدير الفني لقطاع الناشئين، كابتن ابو طالب العسوي مدرب العام للنادي الاسماعيلي، كابتن احمد العجوز مدير الكوره بالنادي الاسماعيلي ومدرب النادي الاسماعيلي، وكابتن محمد محسن ابو جريشه نجم النادي الاسماعيلي اللي كان مدير فني للاسماعيلي في فترات ما كان المدرب الاجنبي بيرحل. فبالتالي الاربعه من افضل الناس اللي عندهم رؤيه للاعبين، هم كانوا متابعين احمد مصطفى وعارفين امكانياته، وهم اللي طلبوا ان يتم التعاقد معه، وبالفعل تم انهاء الاجراءات ووقع العقد، والنهارده كان ايضا في التدريب وكل التدريبات لياقه بدنيه لرفع معدلات اللياقه، ان دي كانت مشكله في النادي الاسماعيلي وده اللي قال عليه ريكاردو، فالنهارده ظهر بصوره جيده جدا. بعد كده رضوان شريفي هو اللاعب الجزائري نجم المنتخب الاولمبي الجزائري، المدافع الدولي الجزائري، لعب في اتحاد العاصمه وبعد كده اتحاد بالعباس، ولعب في بطوله افريقيا 6 مباريات في دوري الابطال و4 مباريات في الكونفدراليه، له خبرات كبيره. هو سنه 27 سنه، بيلعب ظهير وفي نفس الوقت بيلعب يعني له اكتر من 3 مراكز، وهو قال انا تحت امر المدرب في اي مكان هلعب فيه. هو ان شاء الله هيجي القاهره، يعني هيجي الاسماعيليه في خلال ساعات. طيب فخر الدين بن يوسف استاذ علاء وضعه ايه او مشكلته ايه؟ هقول لحضرتك، فخر الدين بن يوسف لما حصل جائحه كورونا سافر تونس. لما الدوري استمر رجع، النادي الاسماعيلي بعت له التيكتس ورجع. فهو العقد بتاعه المسجل في اتحاد الكوره ان هو بنهايه الموسم مش بنهايه فتره زمنيه. اوكي. فالمسؤولين الاسماعيلي اصروا انه يكمل، هو قال طب انا الدوري المصري اخر دوري هيخلص يعني في العالم كله، فبالتالي ادوني سنتين اامن بيهم مستقبلي، يعني ان هو عايز يجدد سنتين. قال له طب بعد ما نخلص الدوري نجدد. حصل الخلاف، سافر. في الصحافه التونسيه او بعض الناس في بعض المواقع طلعوا ان هو اشتكى للاسماعيلي. فبالتالي النادي الاسماعيلي كان بيحضر لشكوى، ولكن هو طلع في برنامج الزميل العزيز ابراهيم فايق وقال كلام ايجابي انه بيحب جماهير الاسماعيلي، كلام جميل، كلام مش عايز اقول لك خلى جماهير النادي الاسماعيلي تطالب ان هو يرجع تاني، وبالتالي ايضا خلى اداره النادي الاسماعيلي تفتح قنوات اتصال معاه، وحصل اتصال بالفعل، بس يعني ما عنديش انا اخر يعني مستجدات ايه اللي هيحصل. ولكن برضو ارجع اقول لجنه التعاقدات بتتعاقد
وشايفه مين اللي هيجي وعندهم اسماء فهي القرار هيبقى في ايديها في ايد الاداره في لاعب في ايد اللجنه. في لاعب اسمه باتريك تقريبا انتوا بتتابعوه برضو كان بيلعب في بالميراس باتريك فييرا برازيلي وفي لاعب كمان في نادي بالميراس ومن اللاعبين المتميزين واللي رشحهم ريكاردو بس برضو ارجع واقول ان لجنه التعاقدات طلبت انها تشوف يعني اولا اي لعيب نزول في الملعب ده اي شو يعني بص هو مش اختبار عشان برضه هو لاعب كبير ولاعب لكن هم عايزين يطمنوا ان الراجل كان مصاب وكان شهر او شهرين تقريبا وتعافى ورجع فهم عايزين يطمنوا بخلاف الكشف الطبي والكشف النفسي حاجات كتير فعشان كده احنا ما بنعلنش غير لما خلاص اوكي لكن في النهارده طالع كلام كتير يعني بعض وكلاء اللاعبين يعني انا هخليني صريح جدا معاك طلعوا انيس البدري وطلعوا ان الاسماعيلي هيدخل في صفقه مع النادي الاهلي علشان برضو بعض اللاعبين وحددوا اسماء انا عايز اقول بس ان الاسماعيلي تعاقد مع صفقه سوبر فدأب سوق الانتقالات في الوقت ده الانديه الكبيره او الانديه اللي تقدر انها تتعاقد مع لاعبين كبار فتلاقي وكلاء بعض اللاعبين يطلعوا يقولوا ده الاسماعيلي عايز فلان علشان يسخن السوق لفلان فيرتفع سعره في مكان ده في كل ده في كل الانديه فهي بتتعامل مع الاسماعيلي دلوقتي وانا بيني وبينك انا لا بكذب يعني مفيش كلام عن انيس البدري يعني بص حضرتك مفيش يعني مفيش اي قناه حوار او قناه ان انا سالت لجنه التعاقدات سالتهم واحد واحد فهم ردوا عليا قالوا لي بص كل الاحتمالات وارده يعني يا كباتن يعني في أنا كلام المتحدث الرسمي يا جماعه يعني أقولي. لا انا اللي متفق معاهم قلت لهم حتى لو في لعيب ما تقولوش اسمه يعني خلوها في اطار من السريه بس هي بتطلع برضو من هنا ومن هنا لكن برضو انا محافظ على ده جدا ليه لو قلت اسم لعيب وما جاش انا كده بهين هذا اللعيب ويبقى في حد افضل منه فلا يعني حفاظا على كرامه هذا اللاعب بعد ما يجي نقول لكن لو انا قلت وحصل اي تعقيدات في الصفقه وبتحصل على فكره عايز اقول لك في اكتر من صفقه في اخر المتر الاخير يعني خلاص تعالى امضي بتحصل يعني تعقيدات بسيطه واهم تعقيده فيها اللي بيدخلوا يضربوا على الاسماعيلي لما يعني يعرفوا انه بتفاوض مع النادي الاسماعيلي يعني سبحان الله يعني بتلاقي انديه الكوكب الكوني كله بتدخل تقول له انت هتروح الاسماعيلي طب احنا هنديلك ازياد يعني فعشان كده يعني بنحاول ان احنا ما نقولش طيب انا عايز اسالك على حاجه يا استاذ